السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأعزاء أينما كنتم. كما عودتكم في كل حلقة من سكتشات حمود أنا أستضيف شخصية في مقابلة. جيت لكم اليوم بضيف مميز. ضيفنا لهذه الحلقة الآنسة دبة بترول. مرحبا بك سيدة دبة. حيا بك. حيا يا حمود. حيا شو حيا شمش وينش طولت الغيبة علينا. صدقي جلست أدور أشهر وقلت أجيبك ولو من تحت الأرض عشان أعمل معك مقابلة. وصدق أنا كنت مرتاحة تحت الأرض، كنت مرتاحة مفتهنة في روحي لما خرجوني لهذه البلاد. ما عد طعمت شراحة ولا عد عرفت أي شيء. يومي يوفروني وشهري يخوني في المخازن. سيدة دبة بترول، في بداية هذه المقابلة أحب أطرح عليك سؤال أطرحه على أغلب الضيوف. بداية، كيف تصفين حياتك في اليمن؟ حنان يا قلبي، أنا ما أقول لك يا حمود من أين أبدأ وكيف أبدأ وكيف أسوي. قول حياتي أنا تمشي حسب مزاج تجار الحروب. لا تشلوني ولا تطرحوني، لا هم الذي خلوني في باطن الأرض بقعتي ولا هم اللي خرجوني وخلوني أؤدي مهمتي في تسهيل حياة المواطنين. بالله عليك يا حمود، أنا في آخر عمري يا خزات البلاء، يقسموني داخل دبيب لتر ويبيعوني في السوق السوداء. أنا اللي أشعل واشتعل، أجي لآخر عمري ويخلطوني بماء ولا بشاني. ما عبش ولا مكينية تقبلني، سارت الهيبة ما عبش على في شيء. وماله المال ما حلو عشان البركة يا سيدة دبة. ما أنا دبة بترو مش دبة ماء، هذه هويتي لهذا صنعوني. قول يا حمود، لما ارتفع سعري 200 قرش 200 خرج الحوتي وأتباعه بالمظاهرات، غاضب الطويلة عرضة وخرف ساح. حسيت وقتها بأهميتي، قلت يا سلام سلم أهميتي هكذا عند المواطنين، ورفعت راسي وكنت أزنط وأغني يزنط لا زنط من حقه، وانتفخت واشتبشت لما وقعت سعة 40 لتر. فالأخير طلع أنه تمسكن لو ما تمكن، وهب رفع قيمتي 10,000. لا ويا ليت هكذا، بس شلني وخباني في المخازن والمشرفين حقه بس هم الذي يتنفعوا في بي. أنا الذي على ميديا انقرضت الديناصورات قبل آلاف السنين، تحللت في التربة وتحولت لنفط، وبعدها تم التنقيب علي من قبل فرق مختصة واستخراجي بمعدات ثقيلة وفصلي عن مكونات كثيرة على ما يدي يستفيد مني الناس. فالأخير يجي شلني مشرف حوثي يعبي حقها الشخص وراح يقتل خلق الله. ألا ونعم. معلش سيدة دبة، انظروا لنص المليان من الدبة، في هناك فوائد كثيرة لحياتك في اليمن. سكا قول لي مثل عيشتي واحدة فائدة واحدة. لا لا لا، الناس يحبوكي ويقدروكي ومستعدين يمسكوا طوابير طويلة ولأيام عشان بس يشوفوكي ويشموا ريحتك حتى. ايوه حك علي بتي الكلمتين. اقول لك نكتة يا حمو. هاتي قد قطعتي قلبي، قولي النكتة عد المزاجي. قال لك مرة مواطن يمني سمع انهم فتحوا محطات البترول، خرج يحمل من بيته حافي ور 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 وفي يده دبة بترول فاضية، وهو في الطريق لقي فانوس سحري سابر. قال فرصة، بدل ما أسارب يومين على سبع بيتي الدبة، شف حسن الفانوس هذا ويخرج لي المارد وأطلبه 10 دبيب بترول. قام فحس الفانوس خرج له المارد وبيده دبة بترول فاضية، وخف عافي راسه بها وقال ما لك الله يشلك، خرجتني من المساربة قد كنت مسارب. حتى مارد الفانوس يسارب عندنا. الله يسامحك يا سيدة دبة، ما دريت أضحك ولا أبكي. الشعب هذا مسكين يا حمود يرحم الله، وانت تقول احنا جوني ومسكوا طوابير على ميدي، بالعكس هم بيلاعنوني بسببي ارتفعت أجرة المواصلات أضعاف. قال لك الله ايش ذنب الطالب المسكين الذي مصروفه 500 قرش يركب مواصلات بأكثر من مصروفه يمشي رجل. قال لك الله يوال فعله. كلامك صحيح، الله لا سامح الحوثي واتباعه، ما بقي إلا يرجعنا لزمن ركوب الحمير. سيدة دبة، قبل أن ننهي المقابلة بطرح عليك أسئلة سريعة أتمنى تردي عليها بإجابات مختصرة. تفضل يا سيدي وعيني. ما لونك المفضل؟ الوردي طبعا لوني. رياضتك المفضلة؟ سباق الفورمولا. مادتك المفضلة؟ أكيد الكيمياء. أغنيتك المفضلة؟ أيها
الحرق تيجي من ريحة الحبايب. ليش إلا هذه الأغنية؟ قول يا سيد الناس، هذه الأغنية لها ذكرى خاصة عندي. مرة مواطن مسكين حجفني وغناها لي. فيلمك المفضل؟ ذيك الفيلم حق سباك، نسيت اسمه. مشاهدينا الأعزاء، انتهت مقابلتنا لهذا اليوم، وشكرا للسيدة دبة على هذه المقابلة اللطيفة، وإلى اللقاء في مقابلة جديدة وضيف جديد. لا لي ولا لك ولا للبطاط، أغلبكم يتداول هذا المثل بشكل خاطئ فينطقونه لا لي ولا لك ولا للبطاط، والصحيح البطاط بكسر الباء، وهي جمع لبطة، والبطة إناء يصنع من جلد المواشي فيضرب ليصدر صوتا كالطبلة. لهذا المثل قصة ظريفة يجهلها الكثيرون رغم مرور المثل على أسماعهم أكثر من مرة. تعالوا أحكي لكم قصته. تروي القصة أن رجلا قام بسرقة مال من أحد البيوت، ثم هرب إلى حقول القرية، وكان صاحب المال المسروق يلاحقه من حقل لا حقل ومن جربة لا جربة. فلما شعر السارق باقتراب الرجل منه، اتجه نحو حقل كان صاحبه يحرثه، وقال له: هل تشوف ذاك الرجال؟ قال له الفلاح: أيوة أشوفه. فقال له السارق: هذا الرجال مجنون، وقال يشتي يخلي راسك بطة، لأن الفلاح كان أصلعا، بمعنى سيضرب على صلعتك وكأنها طبلة. فقال له الفلاح: وإيش العمل؟ كيف تخارج منه؟ فقال له السارق: ما معك إلا تهرب لراس هذاك الجبل العالي، لأنه مستحيل يقدر يلحقك لهناك، وأنا بكمل أحرث أرضك بينما تتخارج وترجع. صدقه الفلاح المسكين وقام يجري باتجاه الجبل، وجلس السارق يحرث. فلما قرب الرجل المسروق من السارق وقد تلثم بشال، سأله: هل شفت سارق يجري بيده كيس؟ فأشر السارق تجاه الفلاح الهارب. صدقه الرجل المسروق وبدأ يجري وراء الفلاح، ولما اقترب منه أخذ الفلاح حجرة من الأرض وبدأ يضرب بها رأسه الأصلع، وهو يقول المثل: لا لي ولا لك ولا للبطاط. فقال له الرجال المسروق: ما اشتيش راسك، اشتي ترجع حقي اللي سرقته. فقال له الفلاح: مش أنا السارق، والسارق هو اللي خدعني وقال لي إنك مجنون تشتي تطبل برأسي، وأشار علي أهرب منك وجلس يحرث أرضي. هو السارق مش أنا، لأني شفت معه حاجة غريبة دفنها بين التراب. حينها أدرك الفلاح والرجل المسروق أنهما قد وقعا ضحيتان لحيلة السارق، فعاد سويا إلى الحقل، وحين وصل كان السارق قد اختفى. يقال هذا المثل حين تشعر أن أحدهم سيسلبك شيء غالي عليك بدون وجه حق أو حتى مقابل، فتفكر بالتخلص منه حتى لا يستفيد منه، دام إنك لن تستفيد منه مرة ثانية. عزيزي المشاهد، هل كنت تعرف هذه القصة؟ وهل تعرف مثلا مشابها؟ اكتبه في تعليق وشاركنا المتعة والمعرفة.